أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معاكم منى من قناة منى كورنر. اليوم حابة أشارك معاكم إن شاء الله فلوج زيارتي لمطعم رحته في قبل فترة. المطعم اسمه هيدا سور تقريبا، إن شاء الله ما أنطقه صح. صراحة المطعم جدا رائع ومختلف عن باقي المطاعم الموجودة هنا في مقديشو. أنا حبيت هذا الفلوج أو هذه الفترة إني أركز على أشياء مختلفة، يعني كان ممكن أروح كافيهات عادية بس لكن حبيت المطعم هذا. طبعا خليكم معنا ان شاء الله تستفيدوا وان شاء الله يعجبكم الفلوج. طبعا المطعم موجود في نمبر افر بجوار محطة بنزين هاس. طبعا اجواء المطعم او الغالب او الطابع اللي بيغلب على المطعم هو الطابع التراثي. حتلاقوا في الديكورات، حتلاقوا من ناحية الأكل، فأشياء كثيرة حتلاقوا معنا بيكون جدا مختلف عن باقي المطاعم الموجودة. وهذا اللي أنا دائما أحب أركز عليه، إنه الشخص لما يفتح مشروع يكون مختلف، يأتي بشيء جديد بحيث إنه يقدم شيء للمجتمع. للي ما يعرفني، أنا اسمي منى من قناة منى كورنر. انتقلت للصومال من فترة قريبة، فشاركم في هذه الفيديوهات تجارب واستكشاف البلد. فاللي حاب هذا المحتوى ياريت يضغط الإعجاب ويشترك في القناة ويفعل الجرس ويشارك المحتوى مع أصدقائه وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه بيدعم القناة وإنتوا كمان إن شاء الله بتستفيدوا منه. طبعا زي ما احنا شايفين في المطعم بيغلب عليه زي ما قلت الطابع التراثي، الديكور من ناحية الاهتمام بالسعف، أتوقع اسمه السعف أو يعني هذا اللي انتوا شايفينه معايا دحينه. كمان اللوحات التراثية بالإضافة للقطع الأثرية هذه اللي بتكون موجودة، أو قطع هذه التراثية أشكالها تراثية. يعني صراحة شيء جدا رائع، المطعم جدا يعني مهتم في هذه الناحية، والديكور صراحة كان اختيار جدا موفق للمطعم. طبعا شايفين السقف، هذه السقف طبعا بهذا الشكل. حيكون في مقطع قدام بيكون يوضح أكثر السقف. طبعا بعض هذه الأشياء أنا ما هعرف اسمها بالعربي، فيعني اعذروني ما هعرف أقولها، لكن هي باين إنه هي أشياء أثرية، يعني زي القصعة أو هذا إيش اسمه ما أدري إيش بيسموه صراحة. بس لكن المهم إنه أنتوا شايفين معاي إنه أشياء تراثية بتختلف تمام الاختلاف عن أفكار المطاعم أو الكافيهات المنتشرة في البلد هذه الفترة. طبعا المطعم أنا شفته بالصدفة في حساب على الإنستغرام، حط لكم حسابه على الإنستغرام، وزي ما قلت لكم اللوكيشن الموقع هو في نمبر أفر بجوار اللي هو محطة غاز هاس. طبعا شايفين فوق السقف، السقف حاطين عبارة عن قماش، هذا القماش دائما بيتلبس مع للإناث، يعني لبس تراثي. حاطين عليه، حاطين السقف بهذه الطريقة أو حاطين عليه إضاءة. طبعا فكرة جدا رائعة. واليوم اللي احنا رحنا فيه المطعم كان جدا مزدحم ما شاء الله تبارك الله، يعني الزبائن اللي بيكونوا في المطعم تحسهم ناس يعني راقيين، ناس ناضجين، يعني مو شباب كذا صغار. يعني شايفين الأثاث، أثاث جدا يعني مميز. طبعا شايف احنا بنسمي هذا الأثاث يعني جمبر أو شيء زي كذا. طبعا طلبنا احنا المنيو، طبعا عندهم منيو بس احنا طلبنا قهوة إثيوبية وطلبنا كابتشينو. القهوة الإثيوبية بتجي بهذا زي الدلة كذا، وبيجي معها فشار وش اسمه تمر. جدا رائع، جدا متميز، يعجبني هذا التميز صراحة، يعني جدا مختلف. الأصناف الأكل بتكون أصناف زي ما قلت تراثية أكثر شيء، وطنية. عنبولة، عندنا اللحوح، عندنا السقار. السقار طبعا عبارة عن لحم مقطع كذا مقلقل، بالإضافة اللي هو الطبق الرئيسي اللي دائما مشهورين فيه اللي هو العنجرة الحبشي، اللي هي اللحوح الحبشي مع الإدامة الزقني للي بيحبه. أنا صراحة ما أمني من عشاقه، بس لكن هذا جدا عليه إقبال، وشفت كذا شخص في المكان طالب منه. أتمنى إن شاء الله يكون الفلوج هذا عجبكم. طبعا إحنا فاتورتنا هذه كانت مجرد قهوة وكابتشينو، كانت $5، أسعار جدا مقبولة. فأتمنى إن شاء الله تجربوا المطعم وإن شاء الله يعجبكم. أتمنى الفلوج هذا القصير نال إعجابكم. لا تنسوا الدعم والاشتراك.